الاول شوف شاب زي الفل. اهلا وسهلا باشمهندس. اتفضل اتفضل. اهلا اهلا بعرسني. يجمد يجمد يا جدع. عرف نفسك لحضره العمده. المهندس حمدان السيد. هو بيبكي ليه؟ ما هو لازم يبكي. هو انت هتديله نانسي عجرم؟ لا، هو هتكون جايبه غصب عنه. لا انا جايبه غصب عنه. انا هكدب انا هكدب. دي من نوابغ ميت باريس. اسمع كلامي، فين عروستني؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا استاذ رمضان؟ اهلا وسهلا يا اختي. الله اكبر الله اكبر. مش مهندس من نوابغ ميت باريس في الهندسه. عبقريه عبقريه يعني عبقريه. لا انفك نفسك بره انفك نفسك بره. يلا 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 يلا. لا لسه فيها احلى لسه فيها احلى. التاني ايه انت داخل تعمل تحليل يا ابني؟ مالك ما تفك نفسك كده؟ تعال تعال. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يجمد يجمد يا جدع. عرف نفسك بحضره العمدي. حامد ابو بكر المحاسب. ايه رايك نبغي؟ هو بيترعش كده ليه؟ لا لا لا، ديه وراسي ديه وراسي. هو ابوه وجده كده بس في الشغل بربنت. وبعدين ربنا خد منه الدلو ده هو نحط له كل الحاجات. فين نبغي؟ بقول لك ايه والله. وبعدين لو مش عاجبك فيه تالت وفيه راه. يلا يلا اخرج اخرج. لا ده بيجري. عنده حق عنده حق. ده اني لو منه اطير. انا عايزك تتبغددي. التالت. اهلا 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 وسهلا. ها اتفضل استريح اتفضل استريح. اتفضل عرف نفسك يا ولد. امين بهنسي. ايه رايك؟ صنعته ايه دي؟ صنعته هو هقول لك انه بيقعد يتامل. وانا اتمنى ان لو حصل نصيب ما يتاملش قوي عشان ما ينتحرش. خلينا نعدي. عايزك تفرفش مع الناس بره. يلا يلا يلا. بسم الله ما شاء الله. لسه شعره يعني يحلق ويحرق. وخلينا نعدي. شعره جاي لي في شعره جاي لي في شعره. اسكت. الرابع. استني انا عايزك تتبغددي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا عريسني. عرف نفسك لحضره العمدي. مصطفى ابو عميري مهندس زراعي. تخصص كلنا محتاجينه. مهندس زراعي وبيحكوا يضحكوا عليه في الكليه. هو بائس كده ليه؟ كلهم هتشوفهم كده مش هتلاقي واحد داخل مطمن. اسمع كلامي. ربنا معاك. اجمد يا جدع. انت هتتبغدد؟ ان شاء الله كلنا هنتبغدد. استنى بس. الخامس. اهلا وسهلا يا متر. اهلا وسهلا. ارتاح. يجمد يجمد يا جدع. اجمدوا بقى ما احنا اتفقنا. دي المتر بتاعنا وحجة القانون في ميت باريس. عرف نفسك يا متر. فرجاني يا فضيل. هو ماله مستحي كده ليه؟ في اربعة تاني. ومية متر ربنا معاك ومربينا معاك. قلت ايه يا ست الستات؟ مش دي النوعية، مش دي الحلم، مش دي استايلي. هو انت ليك استايل يا ام استايل؟ بقالي ليلة بفجره بظهره قاعد شغال وبوضب لك فيهم وتقولي لي استايل؟ استايل ايه يا مركي بنتي؟ يا بنتي ده احنا ده احنا ده احنا بنسطرك بالعافية. ايه لما كانت بتقول كلام يحرق الدم؟ ما يصحش. وتقول لك تخين، تخين مين يا مفشولة يا عجل يا بقرة انت؟ مؤاخذة يا عمدي. اصبري بالله. لا تقولي من الأول، أنا ما عودش أشتغل مع الناس 24 ساعة ما تقولش استايل.